يا اما اي بي الفاكس مودم بتاعك اللي في البيت، لما يبقى عندك شبكه في البيت وعندك 3 4 اجهزه وهتروح رايح وواحد فيهم فيه الفاكس مودم وعايز كله يخش على النت، بتعمل ايه؟ تروح عامل شيرنج للفاكس مودم. تمام، انت لما بتعمل شيرنج للفاكس مودم بتاعك، على فكره الجهاز اللي فيه الفاكس مودم اوتوماتيك الاي بي بتاعه بيتغير، خدوا بالكم النقطه دي، بيبقى 192.168.0.1، واوتوماتيك الاي بي ادرس بتاع الجهاز اللي عليه الفاكس مودم هيتحول ل 192.168.0.1. طب الثلاث اجهزه اللي هيستفيدوا من الفاكس مودم اللي متشير، بروح لهم واكتب لهم في الديفولت جيت واي 192.168.0.1، لان الجهاز اللي عليه الفاكس مودم ده يعتبر البوابه بتاعتهم للدخول على النت وغيره وغيره. المايك شغال ولا انا بتكلم؟ الحمد لله. طيب بعد كده في الدي ان اس، لسه الدي ان اس طبعا احنا اتكلمنا عليها، بس اعتقد انا اتكلمت عليها في السيرفر، في فايل، في فايل من فايلات السيرفر، هم مش كتار، انا عامل 4 فايلات تقريبا ولا 3، هتلاقوا واحد فيهم انا بتكلم فيه على الدي ان اس وحكايته ماشيه ازاي. المهم انا هنا من الطبيعي ان انا هحط هنا دي ان اس اللي هو الاي بيهات بتاعت الدي ان اس سيرفر اللي هي موجود عند الانترنت سيرفيس بروفايدر. تمام، هو بيديني بقى، بيديني دول بيبقوا اي بيهات موجودين في الشبكه بتاعته، و بيحطهم لي علشان اقدر لما بعد كده اعوز اترانسليت اي اسم او اي، خلينا نقول اي ويب سايت، تمام، للاي بي بتاعه هستخدم الدي ان اس سيرفرز دي. طب انا واضح ان انا لو قلت له اوبتين هيبقى في قصه تانية، واضح ان انا لما قلت له اوبتين خلاص دول هيختفوا وهو هيتعامل. قصه الاوبتين مش عايز اشغلكم بيها دلوقتي، كمان دقيقتين بالظبط هنتكلم عليها، وحتى وقت ما نتكلم عليها انا عايز هنا اسير نقطه مهمه جدا، بس خليني اكبر شويه الخط. تمام، عشان انا لاحظت ان ساعات البرنامج التسجيل بياكل الارقام الصغيره كده في الشاشه، اعتقد كده هتظهر معاكم حلو. شايفين طبعا انا عندي 3 رنجات او 3 سكوب من الاي بي هات، يعني لما نيجي نقول الاي بي، لما اجي اقول لك مثلا خد الاي بي هات من كذا لكذا، انا كده بقول لك سكوب من الاي بي هات، سكوب يعني، فاهم؟ فانا هنا بقول لك من 10.0.0.0 الى 10.255.255، ومن 172.16.0.0 و172.31.255.255، 192.168.0.0 وحتى 192.168.255.255. دول كده بسميهم برايفت اي بي ادرس. هتقول لي يعني ايه برايفت اي بي ادرس؟ هقول لك برايفت اي بي ادرس يعني اي بيهات انت تقدر تستخدمها عادي في حياتك الفيرتشوال، زي ما قلنا لما تيجي تعمل لان تحط فيرتشوال اي بيهات ممكن تستخدمهم بشكل عادي جدا. مشكله الرينج ده من الاي بيهات، الرينج ده والرينج ده هما 3 رنجات، وواضح ان كل واحد فيهم في كلاس خاص بيه، يعني ده هنا موجود في كلاس A، ده موجود في كلاس B، ده موجود في كلاس C. التلاتة انا مش عارف انتوا عارفين الكلاسات ولا لا، يعني انا مشكلة ان انا طبعا بالمناسبة كنت عايز، بما اننا بنتكلم، نشكر جدا الاستاذ احمد جودة اللي تعب معانا في المديولز من 1 لـ 5. انا نسيت فعلا في الـ 2 فيديو اللي فاتت ان احنا نوجه الشكر ليه، لان الراجل ده تعب جدا، يعني اتفرجت على امبارح على حاجات هو عاملها، الحقيقة عاملها بشكل بروفيشنال رائع جدا يعني. لكن انا ما كملتش الـ 5 مديولز الحقيقه شرحهم كلهم، فلا اذكر اذا كان هو شرح لكم الكلاسات ولا لا، بس انا ممكن اشرحها لكم بسرعه. يعني بصوا، الاي بي هات بتتقسم لـ 3 كلاسات، كلاس A، كلاس B، كلاس C. اوكي، كلاس A دايما بنبص على اول رقم هنا، تمام، لو كان من 1 لـ 126 يبقى انا بقول ان الاي بي هات دي كلاس A، عشان كده قلت لكم ده كلاس A، لان من ده رقم 10 وده من 1 لـ 126. طيب من 128 ل 191 تقريبا
بيبقى كلاس بي، فبالتالي 172 ده في الرينج دوت من 121 ل 191 يبقى كلاس بي. من 192 ل 223 ده بعتبره كلاس سي، تمام؟ عشان كده انا 192 ده يعتبر كلاس سي. يعني لو جيت قلت لك عندي اي بي 100.001 ده انهي كلاس؟ ها قولوا لي انهي كلاس بالظبط؟ كلاس اي، كلاس اي. اللازمه دي انا واخدها من محمد سمير هو يتكلم معاكم. دي كلاس اي مظبوط. كلاس اي من 1 ل 126 زي ما قلنا. فبالتالي انا لما اقول في اي بي بيبدا برقم 100 يبقى ده كلاس اي. قال لك كلاس اي بيبقى السبنت ماسك بتاعته 255 3 اصفار. كلاس بي السبنت ماسك بتاعته 255 255 صفرين. كلاس سي 255 255 255 صفر. طبعا اتفقنا بدل كلاس اي 255 3 اصفار يبقى اول اوكت بيبقى رقم النتورك اي دي، والثلاث ارقام التانيين رقم الهوست اي دي. الويندوز بيحتاج ان هو يعرف السبنت ماسك عشان بيعمل حاجه اسمها بيت وايز اند، ودي قصه تانية مش بتاعتنا دلوقتي، دي حاجه في السبنت برضو سي سي ان اي. طيب خلينا نرجع لموضوعنا. التلات اي بي، التلات رنجات من الاي بيات دي يا جماعه مفيش، ما ينفعش تلاقيها على النت، ممنوع انها تستخدم على النت، تمام؟ هتقول لي ليه ممنوع؟ هقول لك لان التلات اي بيات دول لما جم عملوا قال لك التلات اي بيات دول مش نون راوتنج اي بيز، يعني اي بيات ما ينفعش تعمل لها راوتنج انها تتنقل من شبكه لشبكه وهكذا، ما ينفعش خالص. اذا هي بروتوكولات، هي سوري اي بيهات، لو راحت للراوتر الراوتر هيقول لها سوري، تمام؟ مفيش عندي اي بروتوكول من بروتوكولات الراوتنج هتتحمل ان هي تاخد البروتوكول الباكتس ديت وتبعتها والكلام ده، الكلام الستاندرد طبعا. طيب اذا هي هتستخدم داخل الشبكه الداخليه فقط، تمام؟ زيها زي اي فيرتشوال اي بي ممكن احط. فعايزكم تاخدوا بالكم منها. في نقطة كده صغيرة ممكن يعني سريع الملاحظة أو قوي الملاحظة هيروح قايلها لي، هيقول لي على فكرة أنت قلت لي أي أي بي بيتكون من 4 أوكت، طب الأوكت من 0 ل 255 جميل. طب أنت دلوقتي قلت لي بلاش 0 بلاش 255 ماشي عديناها لك. أنت دلوقتي بتقول لي كلاس A من 1 ل 126 وكلاس B من 128 ل 190، طب في 127 في النص راحت فين؟ انت وديتها فين؟ اقول لك بكل بساطه ال 127 دي محجوزه برضو، تمام؟ ال 127 000 دي محجوزه. محجوزه لايه؟ محجوزه لعمليه اللوب باك. اللوب باك ايه؟ ان انا اتاكد من ان الويندوز بتاعي تمام، سوري ان التي سي بي اي بي بتاعي تمام ونازل كويس، وان انا قادر اكونكت بحاجه ثانيه. طب بس يعني ادينا، طب خلاص احنا فهمنا ايه البرايفت اي بي، اي بي قدامنا، احنا يعني مش محتاجين الشاشه دي تاني خلاص، متشكرين منك. ورينا بقى الموضوع ده بيمشي ازاي بتاع اللوب باك ولا حاجه. هقول لك خش على ران، دي سي ام دي من اخر مره ما جتش خالص جنب السي ام دي. طيب سي ام دي دخلت على الدوس حاجه، اقول له مثلا بينج 127 0 0 1. امر بينج بيعمل ايه؟ خد لي بالك كويس. امر بينج هيبعت اربع باكت، اربع حتت من البيانات، يعني كل باكت عباره عن 32 بايت، هيبعتهم لجهاز مثلا ويستنى ان الجهاز ده يردهم له تاني. زي ما بالظبط حضرتك تمسك كوره زي كره التنس كده وتقف قدام حيطه وتروح خابط الكوره في الحيطه. لو الحيطه ردت لك الكوره يبقى في حيطه في وشك، مظبوط؟ في حيطه قدامي ما ينفعش اكمل اهو، تمام؟ ده طبعا على فرض لا سمح الله ان حد فينا بلايند او اعمى هيروح ماسك